بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أحييكم بأجمل وأطيب تحية صباحية من هنا، من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب، أحد أفرع ميدان المرموم، في صباحية يوم الجمعة الموافق 25 من شهر 1 لعام 2019 للميلاد، ضمن هذه الشارة المقدمة من نادي دبي، أيضا ضمن تحديات التمهيدي التاسع الخاص في هذا اليوم لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط الأول الرئيسي للأبكار اللقاية المحليات، الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل بالمشاركة في هذا اليوم. دعوني أرحب بهذه الأسماء وهذه الشعارات اللامعة الحاضرة في هذا اليوم لهذه المنافسة القوية، لهذه المنافسة الودية. قبل الختاميات نسير مباشرة إلى الصدارة الأولى، أتابع هنا عوايد لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وأحمد بن حميد ليديلي، يتولى عملية ترميرها وتدريبها من انطلقتها على البداية الأولى، بينما يليها في المركز الثاني تتقدم هنا علاج بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي، يتقدم ابو سلطان ليقدم لنا علاج، بينما النقلة مباشرة الى المركز الثالث ليجد في المركز الثالث هنا المتقدم المايدية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يقودها مسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير، بينما النقلة إلى المركز الرابع، وهذه هي المنطلقة على المركز الرابع، هذه هي الشامخة بشعار سمو الشيخ زايد بن زيد بن محمد آل نهيان وأحمد بن حميد ليديلي، يتولى عملية تضميرها، بينما النقلة إلى المركز الخامس لأتابع الوصول، لأتابع التقدم والتسلل في هذه اللحظات من الشاهينية سعيد بن أحمد بن هويمل العامري. والمركز السادس، في المركز السادس هذه هي سلهودة بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، ثاني بن عبيد بن كديدم هنا الغادمة اللي هي الشكلة، نعم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتولى عملية تضميرها، بينما دخول على المركز السابع وتسلل من قبل بتصوغان بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن خلفان بن حزيم الفلاسي يتولى عملية تضميرها، بينما أشوف الوصول، أشوف القدوم على المركز الثامن، من تقدمت هذه هي الخميسة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد هيان وأحمد بن خلفان بالصايغ، هجن التراث متواجدة في هذا المسار، بينما أتابع المركز التاسع من وصلت في هذه اللحظة هذه الشاهنية مبارك بن حمد بالقرين العامري، بينما أتابع المركز العاشر من تتسلل هناك ويتدخل شعار دكتور الأصايل ليقدم لنا الوسمية، الوسمية تتقدم مع سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي، هكذا هي النتيجة، هكذا النداء مشاهدين الكرام للعشرة المراكز الأولى، للعشرة الأسماء اللامعة، للعشرة الأسماء والشعارات المتواجدة، بينما شعارات بعد العشر المراكز الأولى قادمة من خلال المنافسة القوية، ولكن العودة إلى علاج إلى شعار أبو سلطان، إلى شعار عيسى بن سعيد الخيالي.
وهي الذكريات اللي تاخذني مع هذا الشعار. الذكريات، ذكرياتي هذا المضمر الكبير ابو سلطان اللي يحمل اشارة الامتياز بانجازاته بسجله الذهبي في هذا العالم الساحر ليقدم لنا علاج. هذه علاج القلب يا ابو سلطان، هذه مسيطرة على البداية بينما القادمة من الجانب الاخر هناك تتقدم وتاتي من الجانب الاخر. هذه هي عوايد بشعار سمو الشيخ زايد بن زيد بن محمد انهيان احمد بن حميد ليديلي بينما هجن التراث، هجن التراث قادمة مشاهدين الكرام اللي هي الخميسة، الخميسة بشعار ابو هزاع قادمة. هذه الخميسة اللي تعود ملكيتها لسمو الشيخ سلطان بن زايد انهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتولى عملية تضميرها، بينما القادمة هنا في المركز ايضا الرابع، في المركز الرابع الوسمية، الوسمية سعيد بن سهيل بالدليوي قادم بقوة، بينما في المركز الخامس اوصلت اللي هي بتصوغان بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي يتولى عملية تضميرها، ولكن هنا بوابة الكيلو والمتر الأخير، ولكن هنا انطلقت علاج، انطلقت علاج ما شاء الله وتبارك الله. صدرت الأوامر، صدرت التعليمات من قبل العمالقة، من قبل الكبار. الله يا علاج، علاج حاضر في هذا اليوم. عيسى بسعيد الخيالي معه علاج، بينما القادمة، بينما القادمة الخميسة، الخميسة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان والوسمية سعيد بن سهيل الخيا، سعيد بن سهيل بالدلاوي الاكتبي. ولكن علاج، ولكن علاج، اليوم ما في طب، اليوم ما في طب. وسلطان الى اهالي هناك، الى اهالي سويحان، الى اهالي الرماح، سلام ابو سلطان، سلام يا عيسى، يا بسعيد يا الخيالي على تقديم علاج التي هنا تقتحم مشاهدينا الكرام الشوط الاول الرئيسي. سلام يا ابو سلطان، سلام. عيسى بسعيد الخيالي يعلن عن تواجد علاج، ها هو يتألق، يتألق المتألق، يتألق هذا العملاق. تهانينا لعيسى بن سعيد الخيالي على فوز علاج واختطاف للشوط الاول الرئيسي للمحليات لحظة وصولها الى خط النهاية محققة هذا الفوز، بينما وصلت الوسمية في المركز الثاني لسعيد بن سهيل بالدلاوي الاكتبي، بينما وصلت في المركز الثالث. هذه هي الخميسة بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد انهيان. هكذا مشاهدين الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ولكن علاج، علاج من تفوقت في الشوط الأول الرئيسي، ها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار 7:38 ما شاء الله. التوقيت المتميز، احدى التواقيت ايضا الافضل في هذا الموسم في ميدان سيف العرب تسجل لنا.